أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن القطاع اللوجستي في مملكه البحرين يعد احد القطاعات الحيويه ذات الاولويه الرافده للاقتصاد الوطني والتي تسهم في تعزيز تنافسيه القطاعات الاقتصاديه للمملكه بما يصب في تحقيق اهداف المسيره التنمويه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبيه اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء لدى لقاء سموه سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، والقبطان وليد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، وذلك بمناسبة حصول شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين جائزة الطيران الأكثر تطورا في العالم للعام 2022، وذلك في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي، حيث نوه سموه بما حققته شركة طيران الخليج. من تقدم وتطور في خدماتها اسهم في تعزيز تنافسيتها على صعيد خدمات النقل والملاحه الجويه ووجه سموه لمواصله العمل على تطوير اداء وجوده الخدمات التي تقدمها الشركه وذلك بما يتناسب مع اسهاماتها في ترسيخ صوره مملكه البحرين على مختلف الاصعده معربا عن شكره لرئيس واعضاء مجلس اداره شركه طيران الخليج وكافه منتسبيها متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في بلوغ الاهداف المنشوده. من جانبهما عرب سعادة وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء لما يليه سموه من اهتمام برفع كفاءة القطاع اللوجستي في مملكة البحرين